اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سينضم الي الاستاذ محمد الجماعي الصحفي المختص بالشان الاقتصادي. اهلا وسهلا بك استاذ محمد. اهلا وسهلا استاذ محمد. كما استمعت نتحدث اليوم عن هذه العقوبات الامريكيه، وكان هناك عقوبات سابقه ايضا للميليشيات الحوثيه. اهميه هذا القرار في سياق القرارات المتصله والمماثله خلال الفتره الماضيه. نعم، لم اسمع السؤال بالضبط. نعم يعني. نتحدث اليوم عن القرارات الامريكيه، العقوبات بشان كيانات. نعم، ما هو السؤال؟ نعم، نتحدث عن القرارات الامريكيه بشان شخوص وكيانات كانت تمد الميليشيات الحوثيه باموال، فاهميه هذه القرارات في سياق القرارات المتصله والمماثله خلال الفتره الماضيه. سواء هذا القرار او القرارات الماضيه هي تصدر من دوله عظمى، دوله تحكم العالم الان منفرده او بتحالفات، وهي لا يمكن ان تصدر قرارات ارتجاليه او لمزاج الرئيس او ادارته او كذا. هي دوله مؤسسات افترقنا معها او اختلفنا، الا انها جاءت وان كانت متاخره، الا انها جاءت هذه القرارات في سياق مهم جدا، وهو تضرر العالم باكمله وليست اليمن فقط من هذه الانشطه الارهابيه، والامريكان والاوروبيين والعالم الغربي بالذات منذ أن صدرت قرارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي في الحقيقة يمكن أن تسمح لأي عمل سياسي أو حتى تخريبي أو غيره يحدث في أي مجال إلا في المجال المالي. وهذا هكذا تأتي أهمية هذا القرار من هذا المنطلق أولا، وثانيا من الضرر الذي يعني يحدثه هؤلاء ليس على مستوى اليمن، وإنما أيضا على الأمن الإقليمي والدولي. وهذا القرار لم يصب فقط لمصلحة عيون الشرعية أو اليمنيين، وإن كنا نحن المستفيدون كيمنيين بشكل عام والشرعية بشكل خاص. هذا القرار يأتي يعني يحبط شبكة مالية متعددة كما ذكرت، ليست شركة سويد سوى اسمها الواضح، وإنما هناك أشخاص في الهند، في تركيا، في الصومال، في الإمارات، في غيرها من المناطق. الحوثي في وضع لا يحسد عليه، ويأتي هذا القرار ليزيد الطين بلة بالنسبة له، وأهميته تأتي في سياق العلاقات الدبلوماسية والتحركات الكبيرة التي تبذلها الخارجية اليمنية والدبلوماسية اليمنية. في شهر واحد بذلت الدبلوماسية اليمنية جهود جبارة في هذا الميدان، ولذلك تحرك أيضا العالم وانعكس هذا التحرك على هذه القرارات، وهي ليست قرارات تتهم هؤلاء بتمويل الإرهاب وإنما تفرض عقوبات عليهم. نعم، هذه الأموال أو هذه يعني كانت تدر عشرات الملايين بحسب القرار الخزانة الأمريكية، كانت تدر عشرات ملايين الدولارات للخزينة الحوثية، فبرأيك هل سيسهم قرار كهذا في تجفيف منابع الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية؟ على بال ما يحصل على طريقة أخرى وشبكة أخرى، يكون المجتمع الدولي قد كشف أوراق كثيرة جدا، وفي الحقيقة لدينا كيمنيين قوائم كثيرة نستطيع أن ندلي بها، وبالتأكيد الشرعية والحكومة اليمنية أسهمت في هذا المجال، وإلا لما توصلوا أيضا إلى حقائق مثل هذه، لكن هي ملفات متراكمة. هذا الاسم وغيره من الأسماء تحدثت عنها أيضا تقارير الخبراء من قبل، وذكرتها بشكل مفصل، ذكرت طريقة التهريب للأموال إلى اليمن عبر النفط الإيراني الذي يباع وهميا من قبل، تخرج الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج لتعود لنا مهربة عن طريق كذا وكذا، ولكنها تخرج باسم شراء النفط، والنفط هو يأتي أصلا من دولة تبذر بالنفط يمينا وشمالا وتوزعه على إرهابي العالم المتواجدين في كل مكان. أذرعتها الإرهابية موجودة، وهو الذي جعل الأمريكان يعني يفرضون بحقها عقوبات منفردة، والعالم عقوبات مجتمعة، واقتصادها الآن منهار وضعيف بسبب هذه العقوبات. لا أحد يستهين بهذا. يعني إذا سألتني أنت هل ستطبق، هي صارت فعليا، أنا وأنت وغيرنا كيمنيين لن نتعامل مع هذه الأسماء منذ اللحظة التي
ذكرت فيها هذه الأسماء، سويد أو غيره. المناطق المحررة بشكل عام، المناطق الغير المحررة هي أكثر حرصاً، لأن البنك المركزي سواء في صنعاء أو فرعه المتمرد في عدن، سواء في عدن أو فرعه المتمرد في صنعاء، هو ملزم بموجب هذا أن لا تدخل حساباته أي مبالغ ولا أموال ولا تعاملات فيها اسم شركة سويد، وإلا فالعالم سيتخذ ضده إجراءات، وهذا المجال ما فيش مزاح كما يقال. أمريكا طبعا فرضت هذه العقوبات بالتزامن مع أنباء حول السلام، بالتزامن مع الوساطة العمانية والأنباء التي كانت تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف أيضا عن فتح مطار صنعاء والمحاولات للوصول إلى سلام. ما الرسالة التي تريد أن توصلها أمريكا؟ سأقول لك أنها أتت في وقتها، لكن أيضا سؤالك أثار كثير من يعني الإضافات إن صح التعبير، وهو أنها ربما أيضا تأتي كنتيجة لفشل الزيارة العمانية. الزيارة العمانية أيضا الكثير يعرف أنها كانت سلاح ذو حدين، منها ما يجعل العمانيين، الموضوع ليس موضوع تسوية، وعمان ليست في هذا الوادي. هناك من يقول أنها رسائل أمريكية وأوروبية في موضوع التحذيرات الجانب العماني، وسمعنا اللغط الذي حدث في صنعاء من احتجاز الوفد وغيره، وإن كانت مجرد شائعات لكنها لا تخرج إلا إذا كان لها أساس يعني واقعي من الوهم. هذا يعني الجزاء الذي فعلته أمريكا الآن، أيا كانت الرغبة الأمريكية في إحداثه وفي الحصول عليها من خلال هذا الضغط، إلا أنه أيضا إجراء حقيقي وصحيح وفي سياقه. نحن مثلا في اليمن نعتبر أن هذا كشف عظيم لصالح البلد التي ينهار اقتصادها مقابل تمويل أنشطة إرهابية للحوثي وغيره وتدخل سافر من إيران. السعودية تتدخل والإمارات تتدخل، وهناك أموال معروفة تصل من مكانها إلى مكان إلى مصدرها إلى طرقها، لكن تمويل أنشطة إرهابية وتعزيز فرص الانقلاب في اليمن لكي يؤدي يعني يؤدي عمل ضد اليمن، هذا ايضا مرفوض. الرساله الامريكيه تريد ان تقول للحوثيين اعطيناكم مهله في المره الماضيه لتتحاوروا كيمنيين ورفعنا اسمكم من قائمه الارهاب، لكن هذا لا يعني ان العالم سيغض طرفه عنكم مهما كان. الحوثيين في خلال وصول الوساطه العمانيه قصفوا مأرب بخمسة صواريخ خلال الأسبوع، أيضا هناك يعني أكثر من 10 صواريخ وصلت إلى مأرب. هناك رسائل من العمانيين واضحة في صحفهم، في لقاءاتهم مع وزير الخارجية، في تحليلاتهم يتكلمون أن الحوثيين فريقين، فريق لديه مطالب من التي يشاع عنها في الإعلام ومطالب أخرى لا علاقة لها باليمن. يعني أنت تتكلم عن وسيط دولي لطرف آخر يشتغل داخل اليمن، وهو الحوثيين يشتغلون لإيران. إذن هذا الموضوع لا يجب الاستهانة به ولا التقليل من قيمته ولا وضعه في أي سياق، هو في سياق الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الأنشطة المؤذية. في جزئية الإرهاب تحديدا، كانت أمريكا قد صنفت ميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية سابقا ومن ثم أزالتها من هذا. هل يأتي هذا القرار كنوع من تجزيء هذا القرار وتوزيعه، بمعنى أنها تقوم بعمل عقوبات فردية على شخص معينين وكيانات معينة تدعم هذه الميليشيات الإرهابية؟ طبعا لو أتينا للأسماء التي نزلت في هذا الشهر فقط، أكثر من 25 اسم، ليست قليلة في الجانب العسكري وفي الجانب المالي في هذا الشهر فقط. تتذكر أيضا الأسماء التي وضعت وأنت ذكرتها في هناك أسماء في مايو أيضا وفي شهر مارس أيضا، عقوبات لشخوص نعم. عسكرية وقيادات نعم. في الميليشيا هي مستمرة. هذه رسالة أيضا للمواطنين في مناطق الشرعية، في مناطق الحوثي، أنكم يعني لا تصدقوا الإطراءات التي تحدث من هنا وهناك أو الحديث الذي يتحدثون عنه والكذب والزيف. الحوثي الآن ميت على جبهات مأرب في الضفة الأخرى، لم يستطع بعد كل ذلك الزخم والحشد الإعلامي الكاذب أن يتحرك قيد أنملة أو حتى يحشد إلى مأرب، مهما قال أنه سيستطيع أن يحشد. العالم ليس عبدا للحوثي حتى يحشد ويذهب ليقتلهم في مأرب أو في غيرها من الجبهات. هذه رسالة أيضا أن يعني المندوب الأمريكي كيرنر لينك تحدث عن
أن الحوثي فشلوا في مأرب فشلا ذريعا، وحتى قال لن يستطيعوا في المستقبل. هذه الرسائل كلها تضاف زميلي العزيز إلى هذا السياق، أنه العالم الآن مثل إذا تمدد الثور وعندنا هو خروف، ويعني السكاكين تكثر عليه ونحن نعرفه وهو يعرفنا، وما قام اليمنيون في هذا الوقت بالذات إلا من أجل إلغاء هذه الوصاية التي يدعي الحوثي بها نفسه على اليمنيين. ونحن أمام خطر عظيم، ولسنا أمام جماعة تريد أن تحكم أو حتى تتمسك، هي جماعة خطيرة وهذا تصنيف العالم لها. محمد الجماعي، صحفي الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.